درع الجمعية لموسيقات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عرفانا وتقديرا على مشاركتها الهامة في حفل الجمعية. فؤاد بيت الزيوت. درع الجمعية لفرقة أمانة عمان للفنون الشعبية عرفانا وتقديرا على دورها البارز والريادي في دعم الحركة الفنية وإحياء التراث الوطني الأردني. فليتفضل معالي المهندس جمال السرايرة بتسليم درع الجمعية لدولة الأستاذ فيصل الفايز الأخ. وقيادة كل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.